السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وسعادة وراحة بال. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله كما وكيف. اهلا بكم حبايبي في قناتي الاكل احلى مع ولاء. النهاردة حبايبي هعمل لكم الحمام الكذاب بطريقة سهلة جدا ومبسطة خالص خالص. انا عملته قبل كده معاكم على فكرة، بس النهاردة هعمله بطريقة مختلفة غير المرة الأولانية. تمام، أنا المرة دي مش هحطه في ورق فويل ولا هحطه في ورق زبدة، لا أنا هوريكم طريقة حلوة قوي وسهلة عشان الحاجة تبقى مبسطة عليكم، واللي مش موجود عندها لا ورق فويل ولا ورق زبدة تقدر تعمله بالطريقة اللي أنا هعملها دي. تمام، وطبعا المرة اللي فاتت أنا كنت عاملاه بالكبد والقوانص، المرة دي هعمله بالكبد بس وبطريقة سهلة زي ما قلتلكم، بسيطة جدا وإن شاء الله تعجبكم. يلا بينا بقى نشوف إحنا معانا إيه. أنا معايا جزراية كبيرة مبشورة بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده، جزرايه حلوه، جزره حلوه كبيره مبشوره. معايا بصلتين اتنين كبار مبشورين، معايا نص كوبايه من الرز وانا محمراها التحمير العادي يا جماعه بتاع الرز. تمام، معايا كبد، معايا طبعا وراك الحمام الكذاب او الوراك زي ما وريتها لكم قبل كده، اهو انت ممكن تجيبيها في البيت وتعمليها، انت تخلي العظمه اللي هنا دي تشيليها خالص او تخلي الراجل بتاع الفراخ يعملها لك. قولي له انا عايزه حمام كذاب او راك حمام كذاب، هيعملها لك بالشكل ده زي ما انت شايفه كده. ده العامل الاساسي طبعا. وطبعا معايا التوابل، ملح، زعتر، فلفل اسمر، كمون. دي كل مكوناتنا يا جماعه. تمام، اول حاجه انا هعملها ايه؟ انا دلوقتي هاخد الكبده الاول واشوحها تشويحه حلوه على البوتاجاز. تمام، تمام كده الحله بتاعتي حطيت فيها معلقه من السمنه. تمام، طبعا الكبده انا غسلها كويس جدا بملح وليمون ومظبطاها وقطعتها قطع صغيره. هبتدي انزل بقى بالكبد كده، هبتدي انزل بقى برشة ملح عليها صغيرة، حبة فلفل اهو صغيرين كده، واسيبها بقى تتشوح كده مع نفسها تاخد تشويحة وتستوي كده حبة. تمام اهو بالشكل ده. نيجي بقى هنا للفراخ. طبعا الفراخ يا حبايبي انا غسلها كويس جدا برضو بملح ودقيق وخل ونقعتها زي الفل. تمام، معايا بقى البصل دوت زي ما انتم شايفين اهوت، هاخد نصه. تمام، احطه على الرز كده بالشكل ده زي الفل اهو، وهركنه دلوقتي. وهاخد النص التاني ده زي ما انتم شايفين، هحط عليه ايه؟ هحط عليه رشه من الملح. تمام اهو، حبه من الملح، حبه من الكمون، حبه من الفلفل، وهقلبهم كلهم في بعضهم كده. يبقى خدنا بقى زي ما قلت لكم البصل، حطينا ملح وكمون وحبه من الفلفل. هبتدي بقى ايه، امسك واحده واحده كده من الاوراق الفراخ او الحمام الكذاب ده بالشكل ده اهو، امسكه كده بالبصل، بيبقى البصل ده بيخليه طعمه جميل جدا جدا اهو بالشكل ده كده، وتحت الجلد كمان اهو، شايفه ايدي داخله لحد فين اهي، تحت الجلد كمان، وادي الثانيه برضو تحت الجلد بالشكل ده، ومن جوه برضو بره كله كده اهو. تمام اهو زي الفل كده من جوه ومن بره اهو. وكان عندي حبه من ميه البصل كمان زي الفل اهي، وهسيبهم بقى شويه، هسيب بقى الفراخ كده حبه على ما الكبد تستوي. تمام، بالبصل ده يشرب منه بقى كده كل حاجة. تمام، نبتدي بقى نعمل الخلطة بقى بتاعة الحشو بتاع الحمام كده. ده البصل بتاعنا والرز اللي احنا قلنا عليه اللي احنا محمرينه اهو جميل. هبتدي بقى انزل بقى بالزعتر، ده زعتر صحيح اهو، مع حبة الملح، مع حبة الكمون، مع حبة الفلفل. تمام،
هزود بس انا حبه ملح صغيرين عشان كنت اخدت للبصله اهو كده تمام قوي. وهبتدي بقى ان انا ادعك البصله مع الرز كده تمام زي ما انتم شايفين كده كويس قوي كده تمام. دعكنا كده البصله مع الرز. هبتدي انزل بقى بالجزره المبشوره الاخرى هي اهي. الجزره دي بتخلي طعم الحاجه بصراحه زي السكر بصراحه اهو. يعني احنا بنحاول ندخل اي خضار او اي حاجه في اي حاجه احنا بنعملها عشان ايه تبقى مغذيه. طبعا الجزر من الحاجات الجميله وانا بحب الجزر جدا وخصوصا اليومين دول زي العسل بصراحه جميل جدا جدا كده. اللي نبتدي بقى نجيب الكبد بتاعتنا الاخرى اهي جميل كده. حطينا الكبد نقلب بقى كله ببعضه كده. كده الخلطه حبايبي جاهزه اهي ان احنا نحشي ايه نحشي بقى الحمام الكذاب بيها. خلطه زي الفل وجميله جدا جدا. كده احنا هنبتدي بقى ايه نحشي الحمام بتاعنا. كده الخلطه تمام زي الفل. نبتدي نحشي بقى اهو بالشكل ده. شايفين البصل داخل لجوه ازاي. هبتدي بقى اجيب الرز بتاعي اهو واحده كده واحده اهو. سيب المعلقه خالص وابتدي احشي بقى بايدي عشان ادخل الرز جوه خالص اهو بالشكل ده اهو. شايفين داخل لحد فين صباعي فين اهو صباعي فين اهو. ادخل لحد جوه خالص كده اهو بالشكل ده تمام اهو زي الفل كده. كده خلاص هي كده جاهزه اهي واتملت وزي الفل اهو ماشي. نقفل بقى. حاول بقى نلمها عشان اما نيجي نسقطها في الميه الرز ده ما يتفكش خالص مننا. نحاول نلمها حلو كده تمام. طبعا انا معايا بقى ايه خله السنان اهي اهي تمام. هبتدي ان انا ايه اقفل بيها بقى كده. ابتدي بقى الم كده بالراحه اهو. اجيب خله ما خليش حته يا جماعه الا لما اقفلها بخله السنان عشان الرز ما يفكش مني في الحله اهو بالشكل ده اهي كده تمام اهو. نعمل الجنب ده الاخر بالشكل ده كده زي الفل اهو. بصوا كده اتقفلت خالص ازاي اهي بقت زي الفل اهي تمام اهو. نحشي بقى غيرها زي ما انتم شايفين. بصوا بصوا قد ايه جميله. نبتدي بقى نحشي غيرها كمان بسم الله اهو. هوريكم واحده كمان وانا بحشيها زي ما قلت لكم. هندخل خالص لجوه اهو جوه خالص كده بالشكل ده تمام زي الفل. وابتدي بقى ايه خلاص مليتها زي ما انا عايزه. بس احاول ان انا برضو ما املاش الرز قوي اهو بالشكل ده حلو قوي زي الفل. وابتدي ان انا ايه اقفلها اهو يا جماعه. نجيب الجنب ده على الجنب ده كده اهو بالراحه كده ونلم كده اهي بالشكل ده. واجيب الخله اهو واروح مقفله اهو اهو. احاول ما اخليش حته ايه باينه في الوراق اهو زي ما انتم شايفين. بصوا الحمام عامله ازاي بسم الله ما شاء الله جميله خالص ازاي اهي زي الفل اهو اهو. بصوا جميلة خالص ازاي جميلة ومقفولة زي الفل خالص اهو. نبتدي بقى اكمل بيت الكمية على كده تمام. وزي ما قلت لكم انا دلوقتي يا جماعة حاطة حلة فيها مية عشان تغلي عشان نسقط فيها الحمام تمام. كده الحلة بتاعتنا خلاص غليت زي ما انتم شايفين. نبتدي بقى ايه هنزل هنزل عليها بتلات فصوص من الحبهان ورق غار ولا لورو اهو جزر اهو
وبصل. البصل ده يا جماعة وانا ببشره ده تفضله، فانا قطعته كده قطع صغيرة وقلت استفيد بيه وانا بعمل الفراخ اهو. تمام اهو، وابتدي يا سامي واقول بسم الله الرحمن الرحيم. انزل بقى، شايفين يا جماعه جميله قد ايه؟ بسم الله ما شاء الله، حلوه قوي قوي. بصوا مقفوله كويس جدا ازاي، بسم الله ما شاء الله. هسمي بقى واقول بسم الله الرحمن الرحيم على الناحيه اللي انا قافله منها يا جماعه كده اهو بالشكل ده. بسم الله اهو، بسم الله. ولا ورق فويل ولا ورق زبده اهو، تمام زي الفل. وهغطي عليها بقى يا جماعه وهسيبها ايه تستوي. تمام، وبعدين احمره. ايه رايكم بقى حبايبي كده؟ ده الحمام الكذاب بتاعنا، جميل جدا جدا زي ما انتم شايفين. اذا عجبكم يا حبايبي الفيديو ما تنسونيش طبعا في اللايك وكومنت الحلو منكم والاشتراك طبعا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.